السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم وكل عام وانتم بخير وصحة رمضانكم. مرحبا بكم وبينا في مركز أريج التجاري حيث التسوق للجميع. مرحبا بكم كذلك في مسابقة اربح مع أريج، المسابقة اللي نطرح من خلالها أسئلة على الجمهور الحاضر. سؤال اليوم يقول: من هو أول من صام؟ من هو أول من صام؟ تفضلوا معنا نتحصلوا على الإجابة سويا. السلام عليكم. سلام. شكون معنا؟ الياس. الياس من العاصمة؟ أنا عمه. الله يبارك. قولي الياس، متعود تجي الأريج؟ ماشي بزاف. هذه ثاني مرة، ثالث مرة؟ أنا عمه. هكذا، واش يعجبك في هذا الأقسام؟ ما عندك دراري، حوايج تاع دراري صغار كدايا، وزيد ماشي تاع تشلي كدايا، ماركة. هذا ما كنشوفو. عندك خوتك صغار؟ أنا عمه. الله يبارك، الله يبارك. واش دير في حياتك الياس؟ خدام. خدام رجال سيدهم. سؤال اليوم الياس يقول: من هو أول من صام؟ أول من صام؟ شي إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام. إجابة للأسف مش صحيحة، ولكن كسبنا معرفتك. الله يسلمك. شكرا أخي، صحة فطورك. يعطيك صحة. مس الخير. مس الخير. شكون معايا؟ شكون؟ انسان جزائري، سين جوار تاع مولوديا ما شاء الله، لانه الوجه تاعك اي سيدتنا. الله يسلمك. الله يبارك. قل لي كيفاش راك تصوم رمضان؟ ربي رياضي. كرياضي نصوم عادي، كي كنت نلعب كنت نصوم ونلعب وما كان حتى مشكل الحمد لله. قل لي بالحديث عن الصوم، هل تعرف من هو اول من صام؟ هذه سؤال صعيب، بس عندي الواجب ديالي، يعني عندي الواجب الاول اللي صام انا هو. انت هو اول من صمت في العائله تاعك. ايوه بارك الله فيك. وفيك بارك الله، كسبنا شوفتك وهذا الضحكه، ربي يدومها عليك ان شاء الله. واش تقول الجزائريين في هذه المناسبه؟ قول لهم رمضانكم مبارك، صوموا بالصحه والهنا، الله يطول العمر وان شاء الله العام الجاي نكونوا حيين. امين امين. بارك الله فيك وصحة فطور. مساء الخير البنات. شكون معايا؟ امينه. امينه مونيا. مونيا الله يبارك. اما سنة امينه بروميير اني ليسي. انتيا كيف 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 كلاسه وحده؟ الله يبارك. واك تقراو مليح ولا شوي شوي؟ صافا صافا دابا. شحال تجيبوا لا مويا؟ 12 13 كيف كيف دوز. كيف كيف كل في كلش كيف كيف. الله يبارك. قولي لي امينه، كيفاش جاك رمضان تاع هذا العام؟ نورمال شغل صافا كيما كامل العوام. كيف 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 كيف. واش ديري في رمضان؟ قولي لي حاجه سبيسيال ديريها في رمضان. نورمال هكا. تعاوني يماك في الكوزينه؟ باينه معليش، نتجوزي الوقت معاها. تجوزي الوقت. ورمضان بالنسبه لك برك كوزينه ورقه؟ لا باينه. تراويح، قرآن، صلاة، ماكلة، جوغا، صيام. الله يبارك. مساء الخير عليكم. مساء الخير. شكون معايا؟ هدى. هدى شيماء. الله يبارك. وهذه الكتكوتة واسمها؟ مايا. 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 الله يبارك. واش راكم ديروا تشولها في حوايج العيد؟ حوايج تاع العيد. ايه صبتوا حوايج شابين؟ كاين وكاين. انتم تخيروا لها ولا هي تخير؟ صديبون تحب هي تخير. ايه تحب هي تخير. ميرسي مايا. صحة رمضانك حبيبتي. واش نقولوا للناس؟ قولوا لهم صحة رمضانك. صحة رمضانك. بوسيني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلامة. نتعرفوا عليك؟ أنا عمه بنصر. شكون معنا؟ أنيس جامو. أنيس الله يبارك. صحة رمضانك أنيس. وياك. أنيسة قل لي، متعود تجي الأريج؟ نعم.
واش يعجبك واش يعجبك في الي؟ كلش الله يبارك لبسات رجعت لي زونفون كلش تاع لي زونفون. انا شفناك راك قاعد قدام لبسات تاع لي زونفون. عندك خاوتك صغار؟ نو عندي ولاد خويا. عندك ولاد خويا؟ انا الله يبارك الله يبارك. قول لي انيس تفهم في الدين شويه؟ شويه شويه ماشي فريمون فريمون. سؤال اليوم انيس يقول من هو اول من صام؟ من هو من صام؟ اول واحد صام ادم. آدم هذه هي الإجابة الصحيحة مشاهدينا. أول من صام هو آدم عليه السلام. برافو عليك مبروك عليك الأخ أنيس ربحت معنا جائزة عينية إن شاء الله. وش تقول بهذه المناسبة؟ إن شاء الله نصوم بالصحة ولنا علينا وعلى أمة محمد كلها عليه الصلاة والسلام. تفضل معي الأخ أنيس نستلم الجائزة سويا. إذن مشاهدينا كان هذا هو جواب سؤال هذا العدد اللي هو من هو أول من صام اللي تمكن الأخ أنيس من بوزرعاء أنه يجاوب عليه وكان سيدنا آدم عليه السلام. سيدنا آدم عليه السلام أبو البشرية جمعاء هو أول من صام. الأخ أنيس ربحت معنا هدية مقدمة من مركز أريج التجاري مبروك عليك. شكرا لأريج نصوم بصحة ولنا وصحة فطوركم وصحة عيدكم. صح عيدكم إن شاء الله بإذن الله. إذن مشاهدينا إلى هنا ينتهي عدد اليوم، نلتقي في أعداد مقبلة وأسئلة أخرى بإذن الله. صح فطوركم، إلى اللقاء.